عكفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج إلى وضع برنامج مسطر لأجل محاربة هذه الظواهر، حيث أنه بناء على معلومات مستقاة تم استغلالها والتأكد منها تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم ببيع وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة بمسكنه. التمسنا إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المحلية، حيث بموجبه تم تفتيش هذا المسكن، أين أسفر هذا التفتيش إلى توقيف شخصين وحجز 1066 قارورة خمر من مختلف الأشكال والأنواع.